ويسعد لي مساكم يا احلى متابعين شركة تجمع الشامل من فرع جدة شارع السكين شمال دوار الفلك امام البيت. زي ما انتم شايفين قايمين بجميع الاجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة لجميع عملائنا. ايضا بيتم التعقيم وتوزيع الكمامات والكلبزات لجميع العملاء، وبيتم تعقيم عربيات التسوق بشكل مستمر قبل وبعد استخدامها من اي عميل. زي ما انتم شايفين قمنا بتجديد جميع عربيات التسوق حرصا على صحتكم وسلامتكم، ولا تنسوا تخلوا مسافة بينكم وبين كل عميل قرابة المتر باتباعكم للملصقات الموجودة في المركز عند الكاشير. وحابة اذكركم كمان بالمعقم الموجود في جميع انحاء المركز. صحتكم وسلامتكم من أولوياتنا، تنسوق آمن ممتع لكم في شركة مجمع الشامل. ونيجي نشوف مع بعض قسم صحون القزاز المتوفرة عندنا. طبعا وصلتنا بأشكال متعددة ومختلفة ما بين الزبديات بالحجم الكبير، وصلتنا بأكثر من شكل، وما بين صحون التقديم شايفين أشكالها متعددة ومختلفة، وما بين كمان الزبديات من الحجم الكبير إلى الحجم الصغير. شايفين ما شاء الله القسم كبير ومتنوع، متوفرة فيه جميع احتياجاتكم. متوفرة عندنا كمان صواني البايركس، راح تجيكم بأحجام مختلفة ما بين الدائري وما بين المستطيل كمان، وطبعا كلها تستحمل درجة حرارة الفرن. ومن نفس القسم كمان توفرت عندنا الصواني الدائرية، راح تجيكم مع الغطاء بهذا الشكل، والميزة الحلوة فيها انها بتدخل الفرن والمايكروويف. زي ما انتم عارفين راح تاخذوا كل قطعة في القسم بخمسة ريال. عاد ليفوتكم قسم التمريات القزاز، متوفرة عندنا بأشكال جدا جميلة من الحجم الوسط إلى الحجم الكبير، أشكالها المختلفة اللي تجيكم بستاند واللي تجيكم بهذا الشكل، سواء تستخدموها للتمر، للمكسرات، للشوكليت، كل واحدة واستخدامها. وكمان تقدروا تستخدموها للفواكه. وصلتنا بأشكال متعددة ومختلفة، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. واللي حابة تحافظ على نظافة ثلاجتها وأدراجها ودواليبها تجي وتاخذ صفر الناينو اللي توفرت عندنا. طبعا وصلتنا بأكثر من شكل ما بين الشفاف وما بين اللي يجيكم برسمات اللون الذهبي وكمان اللحمي والبني. والميزة الحلوة فيها انكم تقدروا تغسلوها وترجعوا تستخدموها من جديد، راح تاخذوا المتر بخمسة ريال. نيجي نشوف مع بعض قسم البرطمانات. طبعا زي ما انتم عارفين قسم البرطمانات قسم كبير ومتنوع. تعالوا نشوف مع بعض البرطمانات الجميلة هذه، راح تجيكم 2 في 1 برطمان، وبنفس الوقت راح تجيكم كوب معياري هذا الشكل. طبعا وصلتنا بألوان متعددة ومختلفة، وعندنا هنا الشكل الثاني بهذه الألوان الجميلة، ألوانها جدا رائعة. متوفرة عندنا كمان اللي تجيكم مزينة بالأشرطة بهذا الشكل. طبعا حجمها راح يكون متوسط. متوفرة كمان السادة اللي بيحبوا السيمبل، متوفرة عندنا كمان بهذا الشكل الجميل، شكلها جدا فخم وأنيق. متوفرة كمان الستيل، طبعا لها استخدامات جدا متعددة، تقدروا تستخدموها للبهارات، وتقدروا كمان تستخدموها للقهوة للشاهي، كمان للكوكيز والمكسرات. عاد كل وحدة واستخدامها وإبداعها. شايفين أشكالها قديش جميلة وأنيقة وتناسب جميع الأذواق. طبعا ما شاء الله القسم كبير ومتنوع، راح تاخذوا القطعة فيه بس بخمسة ريال. واللي بيفضل البرطمانات البلاستيك متوفرة عندنا بأحجام جدا مختلفة ومتعددة. عندنا هنا الحجم الكبير راح يكون 3000 ملي، عندنا الحجم الثاني راح يكون 1500، راح تاخذوا القطعتين بخمسة ريال. متوفر عندنا كمان بهذا الحجم 400 ملي، راح تاخذوا الأربع قطع بخمسة ريال. متوفر عندنا كمان بهذا الحجم، شايفين طبعا راح تاخذ كل مجموعة ب5
5 ريال. طبعا تختلف المجموعات من الحجم الكبير للحجم الصغير للحجم الوسط. كمان عندنا هنا 250 ملي راح تكون عبارة عن 6 قطع، وعندنا هنا كمان متوفر الحجم الصغير راح يكون عبارة عن 100 ملي. المجموعة كاملة راح تكون فيها 10 قطع. طبعا تقدروا تستخدموها لاستخدامات متعددة مو بس للبهارات، تقدروا كمان تستخدموها لللوشن البخور، كل واحدة عاد واستخدامها. راح تاخدوا كل قطعة أو كل مجموعة وبخمسة ريال. ونجي نشوف مع بعض المنظمات المتوفرة عندنا. المتوفرة عندنا المنظمات الجميلة هذه راح تجيكم مقسمة سواء للمنظفات أو كمان تقدروا تستخدموها للفواكه والخضروات في التلاجة لتنظيم وترتيب التلاجة أو الدواليب. ووصلتنا بألوان متعددة ومختلفة، شايفين ألوانها ما شاء الله قد إيش. راح تاخذوا قطعة بخمسة ريال. توفر عندنا كمان النوع الثاني المنظمات، يجيكم يتعلق بهذا الشكل، شايفين استخدامه جدا عملي، له استخدامات جدا متعددة سواء للمنظفات كمان لأدوات العناية. وتقدروا كمان تستخدموه كسلة نفايات أكرمكم الله، تتعلق بهذا الشكل. واصلنا بألوان متعددة ومختلفة، راح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. ونجي نشوف سلة المهملات اللي توفرت عندنا، كثير منكم كانوا يطلبوها، تجيكم تتعلق بهذا الشكل، سهلة الاستخدام وتسهل عليكم كثير. طبعا واصلتنا بألوان متعددة، الأبيض البيج الرمادي وكمان الرصاصي، وراح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. أكيد ما تحلق كشختنا اللي بالإكسسوارات، متوفر عندنا قسم جدا كبير ومتنوع للإكسسوارات بجميع أنواعه من السلاسل سواء باللون الفضي أو اللون الذهبي، بأشكال جدا فخمة وأنيقة، شايفين ما شاء الله القسم قديش متنوع ويناسب جميع الأذواق وأشكاله يا بنات ولا أروع. ما بين اللي تجيكم بهذه الأشكال الجميلة وما بين اللي تجيكم كمان حروف اللون الفضي اللون الذهبي، كل واحدة واختيارها. متوفر عندنا كمان الأطقم، تجيكم بهذا الشكل اللون الفضي واللون الذهبي، شايفين جمال الإكسسوارات من أساور وسلاسل وحلقان كمان. شوف المجموعة الجميلة والبنوتات اللي بيحبوا الأساور الخرز، متوفرة عندنا بأشكال جدا جميلة، شايفين أشكالها قديش رائعة وتناسب جميع الأذواق وبجميع الألوان. متوفر عندنا كمان قسم كامل للخلاخيل ما بين اللي تجيكم ذهبي وما بين اللي تجيكم فضي والملون كمان. متوفر عندنا كمان أساور الحروف العربية، راح تجيكم سواء باللون الأسود واللون الأبيض. عندنا هنا الأساور باللون الفضي واللون الذهبي وأشكالها يا بنات ولا أروع. راح تجيكم مجموعات مختلفة، عندنا هنا الأساور مع الحلقان، وعندنا هذه المجموعة الثانية مجموعة توفيرية، شايفين الأساور والسلسال وكمان الخاتم والحلق. متوفر عندنا كمان في القسم أساور اللول، اللي بيحب اللول لا تفوتكم الأشكال الجميلة المتوفرة عندنا. طبعا شايفين ما شاء الله القسم قديش كبير ومتنوع ويناسب جميع الأذواق. وطبعا زي ما انتم عارفين قسم الإكسسوارات راح تاخذوا كل 3 قطع في القسم وبخمسة ريال. لا تفوتكم يا بنات الفازات المتوفرة عندنا بأشكال الجميلة ما بين الشفاف بأشكال مختلفة وما بين الملون، شايفين أشكالها قد إيش فخمة وأنيقة، وما بين كمان أشكال الماربل. تعالوا خذوا الفازات من عندنا ونسقوا عليها من الورد الصناعي المتوفر عندنا في قسم الورد الصناعي، راح تكون ولا أربع بس 5 ريال. حابة تهدي هديتك في بوكس جدا أنيق ومرتب وبسعر ولا أروع، تعالوا شوفي قسم بوكسات الهدايا المتوفرة عندنا ما بين الدائري المستطيل بأشكاله وألوانه المختلفة
وجميع المقاسات متوفرة من الحجم الكبير إلى الحجم الصغير. عندنا هنا اللي يجيكم بشكل صندوق بهذا الشكل، سواء الماربل أو الأشكال الجميلة هذه، ورح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. وبكذا تكون انتهت تغطيتنا لليوم. وقبل كل شيء لا تنسوا ترمي الرفزات في المكان المخصص والتعقيم بالمأكل الموجود عند المخرج حرصا على صحتكم وسلامتكم. شكرا لاختياركم شركتنا مع الشهر.